لو الحكاية فيها إن فيتو تفضل اسمك بس الحرامية صاحب محل ايه؟ صاحب مينستا فوزار تفضل شايف ان الحاجه الخير دي كويسه والمفروض ان اكيد طبعا الحاجه دي الخير دي كويسه والواحد يعملها لله عز وجل واكيد طبعا يعني الخير ده بيودع الواحد في الخير برضه فيما بعد يعني ايا كان يعني عمرنا ما بتكلم شيء هي بالعكس بتصير تنصح كل الناس انها تعمل زيك؟ نعم؟ تنصح كل الناس انها تعمل زيك؟ اتمنى طبعا والله طبعا ان كلنا نتعاون يعني فينا اللي محتاج وفينا اللي مش قادر والحمد لله رب العالمين على كل حاجه يعني. قول لي انت بتيجي هنا كل قد ايه؟ باجي هنا كل جمعه عشان الناس غلابه بتستفيد منها باي حاجه يعني الواحد مش عارف يجيب لحمه كل جمعه. السمكه دي بالست عين واضحه. يعني من تعافي المعاش بتاع الناس تعبانه مفيش هنجيب منين؟ بيديكوا قد ايه؟ بيدينا يعني وجبه بتاع ثلاث تحكيم كل جمعه بصراحه يعني. هو انا احسن واحد هو بيعمل خير. طب وتحب تقول ايه؟ بحب اقول انا ربنا يجول الجميع ويساعد الناس كلها وربنا يقدر الناس على فعل خير اللي معايا حاجه يساعد بقى الغلاب الناس دي مش عارفه تقدر تقدر تعمل اي حاجه انا اول واحد فيهم راجل عاجز لا تعبان والدي تعبان وانا بشتغل بره ولا اعمل ومعايا خمس عيال في الرقم مش عارف اقتله بصراحه هذه المشكله اللي احنا عليها عايزينها هو ربنا يكرم الناس كلها بس بتيجوا هنا كل اسبوع؟ اه ليه بقى؟ الراجل ده بيديكوا ايه؟ بيديكوا ايه؟ وجبه لكل حد؟ لا كل جمعه طيب ايوه الوجبه عباره عن ايه طيب؟ الوجبه عباره عن ايه؟ يعني قد ايه الوجبه قد ايه وعباره عن ايه؟ كيلو؟ كيلو سمك لكل واحد؟